صباح الخير على مشاهدي شبكة انتي ان في كل مكان. صباح الخير على مشاهدي قناة ناين لايف. بنصبح عليكم النهاردة الخميس 5. السنة منظمة، واضح ان السنة منظمة بدأ كده بنظام من اولها. الخميس 5/1/2012. يا رب نكملها ان شاء الله على خير، ويا رب تفضل دايما سنة جميلة يعني زي ما بدأت لحد دلوقتي. الدنيا يعني مستقرة الحمد لله. صباح الخير يا فادي، صباح الخير يا عايدة، صباح الخير وسنة يا رانيا، طيبين، ما كل سنة شفتكوش وانتي من طيبة. بداية السنة. كل سنة وانتي طيبة يا رانيا. يا صباح رب الخير يا عايدة، تبقى صباح الفل اتفضلي. يا رب تبقى فعلا سنه سعيده، ونفضل نقول كده كل يوم من هنا لغايه 25 يناير مبدئيا، وهنفضل نقول كده ان شاء الله بقيه السنه. يا رب تكمل بنفس الهدوء وبنفس الايقاع، وان شاء الله بقى يعني مش بس هدوء، يبقى كمان في اخبار ايجابيه نسمعها قريب جدا يا ان رب. شاء الله ان شاء الله. صباح الخير مشاهدينا، نتمنى لكم فعلا نهاية أسبوع سعيدة في الأول ولا في الآخر، حتى لو مطالب الثورة ما تحققتش كاملة، لكن إحنا بنشهد نهاية المرحلة الانتخابية الثالثة في أول انتخابات ديمقراطية فعلية من أيام الفراعنة. فإحنا مفروض نبقى فرحانين بغض النظر عن إيه اللي اتحقق من إيه اللي ما اتحققش، لكن أخبار طبعا محاكمة مبارك والعدلي ومعاونيه تتصدر الساحة. لكن اعتقد الاخبار الاهم ان احنا كلنا لامسين انه الشرطه ابتدى يبقى فيه شرطه في الشارع، وابتدى يبقى فيه امن، ده شيء كويس، والكمائن بالظبط. موجوده بالليل. عايز اتكلم عن الموضوع ده بس خالص. والحاجه الثانيه انه ابتدى دكتور كمال الجنزوري يطلع علينا كل شويه ويوالينا باللي بيحصل وترشيد الحكومه ل 23 مليار، يعني في حراك. يا رب تبقى سنه سعيده ونهايه اسبوع سعيده على جميع. انا بس عايز اتكلم على الداخليه. طبعا شايفين الكمائن والرخص، وانا بشوفه مع المحور، اكيد انت كمان بتشوفيه مع المحور انت رايحه على طول. اكتوبر، ده حاجه ايجابيه جدا، بس لسه برضو الدنيا مش مظبوطه قوي. انا عايزه اقول انه شارع شهاب، اخر شارع شهاب من ناحيه في المهندسين، من ناحيه وادي النيل، يا جماعه في شباب موجودين بيبيعوا مخدرات عادي، عيني عينك والدنيا ظريفه جدا. انا عايزه اعرف، ما هو عندنا حل من اتنين، يا يعني نعملها تجارة معلنة وزي هولندا كده، ونبقى زي هولندا والموضوع ليه قواعد وضوابط، واللي يكسر الضوابط دي يبقى فيه محاكمة ليه، ومفهومين نبقى فاهمين ايه الضوابط والقواعد، يا يعني اما نعرف فعلا نحكم زمام الامور، وما ينفعش انه الموضوع شكل مريب، بيقفل العربيات تعال هنا يا باشا وبتاع. فانا كنت راكبه تاكسي، انا خفت قلت راجل امشي انت هتقف تعمل، انا اترعبت يعني. ده غير انه برضه بيبقى في ازمات، ايه اللي هيجرى يعني. ده بالاضافه انه بيبقى في ازمات مروريه يا عم، ازمات المروريه بتروح في داهيه. لا امبارح بلا سبب كان شارع جامعه الدوليه العربيه واقف رايح جاي، ما بيتحركش في كل ناحيه، كان شيء غريب جدا. لانك تقف ساعتين ثلاثه انت مش عارف انت واقف ليه. اعتقد انه المجهود اللي عاملاه الشرطه في الشارع ابتدى يبان، وافتكر انه يمكن ان هم ينتشروا بالشكل المطلوب ده، محتاج مجهود اكتر شويه، فشويه شويه ان شاء الله هنقدر نوصل لحاله الامن المطلوبه في كل شوارع مصر ان شاء الله. نتكلم النهارده عن فقراتنا، والحقيقه النهارده هيكون معانا فقرات متنوعه. هيكون معانا فقره عن السياحه المصريه. السياحه المصريه يمكن في قطاع كبير جدا من المصريين بيشتغلوا في السياحه المصريه. السياحه المصريه في خطر، السياحه المصريه وضعها هيبقى عامل ازاي مع وصول الطيارات المتشدده، ايا كانت هي طيارات ايه، انما يعني السياحه الحقيقه فيها مشاكل. النهارده هنعرض مشاكل السياحه، وهنحاول على قد ما نقدر كمان نتكلم في حلول لجزء من مشاكل السياحه. عندنا ايه تاني يا فادي؟ عندنا كمان فقره الصحافه كالعاده مع استاذه امينه خيري الصحفيه بجريده الحياه اللندنيه، هنتناول فيها اهم الاخبار والمانشيتات، وهيكون لينا لقاء كمان مع احد اهم الصحفيين استاذ عماد حسين مدير تحرير جريده الشروق، هنتكلم معاه في الاحداث الجاريه والانتخابات ونتائجها، خصوصا انه المؤشرات بتقول انه غالبيه المقاعد هيتم عليها اعاده زي المرحله الثانيه. وختاما النهارده 5 يناير زي ما راني قالت في اول الحلقه، وده هنحيي ذكرى الشاعر العاميه العظيم شاعر بيرم التونسي في فقره خاصه جدا عنه النهارده. بس خلينا على طول نبتدي يومنا بالصحافه مع فادي واستاذه امينه، يلا بينا.